يتفضل الدكتور محمد الموسوي. تفضل محمود. حسرتي محمود الموسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرساله راح تكون مختصره جدا. اخوان النواب والمحامين اللي راح يتكلمون بعدي اشتغلتهم وخلطوا تكلموا بكل شجاعه. لكن اليوم انا مختصر بكلمه واحده، انا مالي قانوني، انا اقتصاد اعلام. بس ابي اذكر اخوان المحامين الموجودين وايضا النواب الموجودين والحكومه اللي يسمعونا من خلال الكاميرات. الإساءة اللي قام بها الكاتب الكويتي واللي تعرض لعقيدة الطائفة الشيعية في الكويت، طبعا هذه إساءة لن نسمح بها. في قانون وفي دستور، والمحامي اللي بعده راح يتكلم يمكن اتوقع عنه. احنا كل ما نريده هو تطبيق القانون والدستور. كقانون الإعلام في قانون المطبوعات، قانون المرئي المسموع، في فقرة تتكلم عن المساس في العقيدة أو السب الذاتي الإلهية أو التعرض للرسول وزوجات الرسول والأنبياء ومن ضمنها آل البيت، وهذه الفقرة صريحة في القانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات ذكر آل البيت وما تعرض له اليوم الكاتب الكويتي المليفي، تعرض لأئمة أهل البيت. فكل ما نريده هو تطبيق القانون مثل ما طبق على من تعدى على زوجات الرسول. اليوم أنا هني بس بذكر النواب وطالب النواب المحترمين بتبني مشروع قانون مكافحة ازدراء الأديان السماوية كافة أطيافها. يجب أن يكون لدينا قانون صريح، قانون المرئي والمسموع، قانون المطبوعات، مو واضح، ما يجرم كل من يتعدى على اللي ذكرته قبل شوي من خلال استخدام شبكة المعلومات العالمية، يتكلم عن الإذاعة والتلفزيون والصحافة. احنا نريد أن يشمل هذا القانون التويتر أيضا وكل المواقع الاجتماعية، لأن هذه يمكن ثغرة قد يعني يقبل عنها القانون ويفلت منها أي إنسان. فإحنا نطالب المحامين ونطالب النواب بتبني قانون مكافحة ازدراء الأديان السماوية كما موجودة هي في مصر، تبنوها مجلس الشعب، ما أدري إذا الحكومة وافقت عليه ولا لا، ولكن نحن نريد في هذا البلد أن نطبق القانون وتكون العبارات واضحة بحيث أن يعاقب كل من يتعدى أو يحط أو يزدري أو يسخر من الذات الإلهية أو أحد الأديان السماوية أو رسولها أو أنبياءها أو زوجاتهم أو آل البيت أو صحابتهم الكرام بأي وسيلة من الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر شبكة المعلومات العالمية التي كانت مفقودة من قانون المطبوعات. فكل طلبي أنا هذا ووجود اليوم مناصرة للطائفة الشيعية وأيضا مناصرة للطائفة السنية فيما إذا تعدى عليهم أي إنسان متطرف من الطائفة الشيعية أيضا. فاليوم نطالب النواب بتطبيق القانون على جميع أطياف المجتمع بتبني قانون، وهذه هي مطالبي أنا ومطالب الشعب الكويتي أتوقع، لأن بذلك سنكون دولة قانون، دولة مؤسسات. ونطالب الحكومة بالإسراع بعد ما يعني تزور المجلس بتبني من أولويات المجلس بتبني هذا القانون ومن ثم النظر في القضايا العالقة الأخرى. وشكرا لكم جميعا.